ولنقاش دلالات قصف قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين وتزامن ذلك قبل أيام من انعقاد الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن، ينضم إلينا من مالمو لبيد الصميداعي، عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سيد لبيد، هناك كما تابعنا استهداف جديد لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين والتي يوجد فيها عسكريون أمريكيون بطبيعة الحال. ما دلالات هذا الاستهداف الذي يسبق الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد بأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهم الدلالات تتمثل بأن الدولة ضعيفة، الحكومة ضعيفة وفاقدة لهيبتها. لماذا؟ لأن الصواريخ التي سقطت على قاعدة بلد الجوية انطلقت من منطقة التاجي، ومنطقة التاجي كما نعلم أصبحت مرصودة من قبل القوات الحكومية، والقوات الحكومية تستطيع أن تسمع دبيب النملة في التاجي. فعندما تنطلق الصواريخ من هذه المنطقة معنى ذلك أنها انطلقت على مرأى ومسمع من القوات الحكومية التي لم تحرك ساكنا لمنع هذه العملية. الدلالة الأخرى هي أن هذا القصف، تعتقد الميليشيات بأنه سيقوي الموقف التفاوضي فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الذي سيبدأ يوم 7 بالشهر بعد 3 أيام. ونعلم بأن الوفد يتشكل بالإضافة إلى ممثلي الحكومة، هناك أيضا ممثلون عن الميليشيات أو ما يسمى بالحشد الشعبي سيكونون ضمن الوفد، وسيكون أنا أعتقد أن سيكون لهم دور رئيسي في الحوار. والميليشيات ترمي من وراء هذه العملية التي حدثت ظهر اليوم أن تعتقد أنها ستقوي موقف المتحاور الميليشياوي في ضمن الحوار. هذا فيما لو كان هذا العمل بالاتفاق مع الحكومة ومن سيتحاور أو يتفاوض مع الأمريكان. وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر في الحقيقة عن المبرر الذي ستسوقه حكومة الكاظمي للأمريكيين لتسويغ هذا العجز عن معالجة خطر الميليشيات على القواعد الأمريكية. نعم، يعني الحكومة بالحقيقة لا تريد أن تظهر بأنها داعنة للميليشيات، ولا تريد أن تبدو بأنها ضعيفة أمام الميليشيات. الحكومة ستحاول أن تبدو بكأنها لديها موقف وتحافظ على السيادة وتتمتع باستقلالية. لماذا؟ لأن الحوار الاستراتيجي بالحقيقة ليس مقتصرا على البند الأمني، بل أهم البنود هو البند الاقتصادي. والحكومة العراقية مقبلة على إفلاس كما نعلم، وكل المحللين الاقتصاديين يتوقعون بأن الصيف القادم سيكون موعدا لإفلاس الحكومة والعجز المالي الكبير للحكومة. نعم. لذلك الحكومة تنتظر من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وعدت الحكومة بمنحة قدرها $1 مليار، ووعدتها كذلك بأن تجمع منها أن تحاول من الدول المانحة ما قدره حوالي 10 مليارات دولار أيضا للحكومة من أجل إنقاذها من الإفلاس التام في خلال الأشهر القليلة القادمة. كذلك الحكومة أيضا من صالحها أن تبدو أن تظهر للمحاور الأمريكي أنها قوية وحازمة، وتحاول أن تنأى بنفسها عن أعمال الميليشيات العشوائية وهذه الأعمال البهلوانية التي هي بالحقيقة مرتبطة بمحركات إيرانية، يعني إيرانية التي تدفع الميليشيات إلى هذا العمل. لأن إيران لديها نظرة استراتيجية أيضا هي الأخرى تتعلق بمسألة الملف النووي، تحاول أن تقوي وضع الحواري في لا شك أن ما يجري اليوم سيترك آثاره على الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. ما أبرز الآثار التي تتركها تصرفات الميليشيات من قصفها للقواعد الأمريكية وغيرها على مجريات هذا الحوار؟ أنا أعتقد أن النتائج ستكون سلبية على الحكومة وعلى الدولة نفسها، لأن أمريكا لا تخشى من هذه الضربات. بالمناسبة هذه الضربة لم تؤدي إلى شيء، وهذه الضربة بالحقيقة إذا
سبب اذا كانت ستسبب اذى ستسبب اذى للطائرات اف 16، لان هذه القاعده فيها طائرات اف 16 عراقيه، وهناك عدد محدود من القوات الامريكيه المخصصه لتدريب القوات العراقيه، فاي اذى للقوات الامريكيه لن يحدث من خلال هذه الضربات الخفيفه. لكن كما ذكرنا هي ضربات اعلاميه، و النتيجة السلبية الأساسية أنه ستبدو الدولة ضعيفة هيبة يعني، وعاجزة عن السيطرة على الميليشيات. وأمريكا طالبت مرارا وتكرارا، طالبت الحكومة العراقية وحتى على لسان بايدن يعني حال استلامه لرئاسة الدولة هناك في أمريكا، طالب الحكومة العراقية بأن تضع حدا للسلاح المنفلت والمتمثل نعم. بتسيد الميليشيات على الشارع العراقي. نعم. أنا أعتقد النتائج ستكون سلبية أيضا، لأن أمريكا تستطيع أن تقول لا نستطيع أن لا ننسحب من العراق طالما هناك عصابات تتحكم بالشارع، لا توجد قوات رسمية حكومية قادرة على منع الميليشيات أو على حل الميليشيات. طالما القوات العراقية الحكومية لكن سيد لبيد، هناك جزء كبير جدا من المسؤولية تتحملها الإدارة الأمريكية تتعلق بتمدد الميليشيات وإيران في العراق، هذا كان على مدار سنوات طويلة، يعني أمريكا تدير هذه العملية من الصراع إدارة بطريقة ما. نعم بالتأكيد هذا حدث، وخصوصا يعني بعد 2016 2017 2018 عندما كانت الحرب مستعرة بين التحالف الدولي من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى، كان الميليشيات دور ميداني رئيسي بالحقيقة، لأن القوات الأمريكية كان دورها الأساسي هو القصف الجوي والصاروخي على المواقع تنظيم الدولة، أما الفعل الميداني فكان هو بالحقيقة الميليشيات والقوات الحكومية ولفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني. نعم. فكانت أمريكا بحاجة إلى هذه الميليشيات. اليوم نستطيع أن نقول بأن أمريكا ليست بهذه الحاجة للميليشيات، وأن ربما على المدى الأبعد ربما إذا تنامى وجود تنظيم دولة مرة أخرى وتصاعد دوره وأصبح يشكل ما تسميه أمريكا تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ربما تحتاج إلى وجود قوات ميدانية متمثلة بعدد من الميليشيات إذا لم تنجح الحكومة بتقوية قواتها الحكومية. شكرا سيد لبيد الصميدة، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مالمو.